نافذة أونلايف على أهم الأخبار، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مستشفيات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وشدد على أهمية تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، وجه باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل الأسعار. شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل مراسم توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة في محافظة أسوان. من جانبه قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الاتفاقات تهدف إلى المشاركة في تطوير وتمويل 3 مشروعات محطات شمسية كهرو ضوئية بقدرة 120 ميجاوات في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان. واصلت القوات البحرية الليبية تمشيط أحواض وأرصفة ميناء بنغازي البحري من مخلفات الحروب، وذلك عن طريق الضفادع البشرية وبمعاونة فريق تبرق للاكتشافات البحرية وشركة الإنقاذ البحري، وذلك تمهيدا لإعادة فتح الميناء أمام حركة السفن، والذي ظل مغلقا ل3 سنوات جراء الحرب على الإرهاب. دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة كبير لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جبل ظفار جنوب غرب العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن طائرات التحالف شنت خلال الساعات الماضية غارات مكثفة على منصات إطلاق صواريخ تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة من محافظتي صعدة وحجة شمالي اليمن. بدأت في الساعة 5:50 وثانيتين بالتوقيت المحلي للقاهرة أولى مراحل الخسوف الجزئي للقمر، الذي يتفق توقيت وسطه مع توقيت اكتمال بدر شهر ذي القعدة الحالي، فيما تمثل المرحلة الأولى منه خسوفا شبه ظلي، ولا يرى في هذه المرحلة بمصر حيث يكون القمر تحت الأفق. وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن الخسوف يعد القمري الثاني والأخير لعام 2017، مشيرا إلى أنه سيستغرق بجميع مراحله من بدايته إلى نهايته سيستغرق 5 ساعات ودقيقة واحدة تقريبا، فيما سيتم رؤيته في مصر والمنطقة العربية. مستمرون دائما على أونلاين.